يا منى، السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا منى، علي صوتك يا منى شوية من فضلك. طيب، هو بس أنا صراحة يعني أنا معايا تعليم عالي وجوزي معاه تعليم متوسط، والحاجة دي عاملة عقدة صراحة ومخليني مش قادرة أتعامل معاه، لأن هو برضه يعني بيعاملني بعنف شوية وحاسة بضيقة كده إن أنا أصلا مش قابلة الوضع يعني. إيه كمان فلاحين ويعني فحاسه ان انا مش قادره اكمل معايا، انفصل ولا اكمل معايا. طيب انت عندك اولاد يا منى؟ عندي اولاد. طيب عندك قد ايه اولاد؟ قد ايه؟ انا عندي 3 صبيان. متجوزه بقى لك كام سنه؟ متجوزه بقالي 14 سنه. طيب بس انا طول حياتي مش حاسه بسعاده، يعني صراحه مش حاسه بسعاده خالص. من البدايه خالص؟ من البدايه. طيب هو عمري ما حسيت بيوم سعاده صراحه يعني. نعم؟ عمري ما حسيت معاه بيوم سعاده، يعني حاسه ان انا اصلا مش قابله الوضع ولا قابله ان انا اكون يعني. طب وافقت من الاول ليه يا منى؟ والله يعني زي ما تقول حضرتك كده، يعني كنت مثلا عندي 25 سنه وحسيت ان انا خلاص يعني ما ينفعش اقعد وكده، فقلت اتجوز وخلاص يعني، وهي تجربه بس بصراحه ما حبيتهاش يعني. طيب يا منى، ايه اخطر حاجه بتعمل خلاف بينك وبين زوجك؟ يعني دايما هو طبعا يعني بيجي يزعق لي على كل حاجه، يعني بيتنرفز معايا على كل حاجه، بحس ان انا مش قادره يعني اكون معايا يعني مش مبسوطه يعني صراحه، مش قادره اسعده حتى ولا منى. حاسه لا لا، بصي، انا بسالك عن، يعني بقول لك في مشاكل بينك وبين زوجك، اكيد في ايه مشاكل يعني. اكتر حاجه بتعمل خلاف بينك وبينه؟ اكتر حاجه بتعمل خلاف ما بيني وما بينه يعني هو اعتقد الوقت الماديات يعني شويه. نعم؟ الماديه، الحاله الماديه شويه أنا يعني. مش سامع شباب، الصوت عندي، ممكن السماعة والله حضرتك الحاله تعلى شوية؟ الماديه، نعم؟ الحاله الماديه يعني الفلوس شويه. الحالة المادية، طيب هو معاه وبخلان عليكي ولا دخله على قده؟ لا هو صراحه ما بيكون معايا ما بيدخلش عليا بحاجه، لكن لما يكون كده الوضع شويه بيبقى يعني بحيث ان هو مش قادر يعني هو يعني ما بيتوفر عليه بيجيب كل حاجه طيب صراحه. مش انتي على الهوا بتتصلي عليا تسأليني في الخلاف اللي بينك وبين زوجك؟ انا لما الحالة المادية بتبقى ضيقة معايا بتبقى نفسيتي وحشة، فمش زوجك لوحده لما بيكون معهوش فلوس حالته بتبقى وحشة، كلنا بيبقى فيه ضغوط علينا. طيب هل هو بيضربك؟ هو صراحة يعني بيحاول ان هو يضربني، بس بحس ان هو بيمسك نفسه يعني في اخر لحظة يعني. لكن مفيش ضرب؟ مفيش لا ضرب؟ لا طيب صراحة لا، طيب لكن في اسمعي نصيحة. الشتيمة، ممكن يشتمني مثلا، ها؟ وممكن يخلي العيال يشتموني ولادي يعني. ممكن مثلا ايه لو قلت له حاجة معينة يقول ده مثلا ده مهوية، قول لها يا مهوية مثلا يعني ممكن يقول لي كده، ويخلي ولادي يقولوا لي كده برضه، فبحس ان انا بصراحة يعني بيقول لك يا ايه؟ يعني زي مجنونه كده يعني. مثلا ايه قول لها هي مجنونه مثلا، او مجنونه مثلا كده، طيب ويخلوا الولاد يقولوا لي كده برضه. طيب اسمعي نصيحتي. عايز تقولي حاجة تاني؟ شكرا يا منى، شكرا، شكرا ليك. النموذج ده نموذج موجود عندنا بكثرة، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. بص يا منى، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة حلوة قوي، والحاجة دي هتريحني وتريحك وتريحنا كلنا. بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لو أنا كأحمد بصيت على أي واحدة تانية في الدنيا، بالتالي أنا مش هرتاح. يعني لو أنا شفت زوجة جاري مثلا شايف إن هي أحسن من زوجتي، فأنا مش هرتاح، مش قانع باللي ربنا مديهولي. لو أنت عملتي مقارنة بين زوجك وبين أي حد تاني، المقارنة دي فاشلة لأسباب كتيرة جدا. أول سبب إن اللي ينفع لك ما ينفعش لغيرك، واللي ينفع لغيرك ما ينفعش لك. فمش عايزك لما تيجي يحصل خلاف بينك وبين زوجك الشيطان يجي يقول لك أنا ما شفتش سعادة خالص مع الراجل ده، أنا مش حاسة إن أنا مبسوطة، أنا عايزة أنفصل. ده الهدف الأساسي للشيطان، إن هو يقطع أواصر المحبة بينك وبين زوجك، ويعمل نزاع بينك وبينه، مع إنه في فعلا ضيق موجود بينك وبينه، وفي نزاع موجود بينك وبينه. أنا خايف من حاجة يا منى، أنا خايف يكون زوجك حاسس منك بإنك شايفة نفسك
انك معاكي مؤهل عالي وهو مش معاه مؤهل عالي، فهو يحس ان انت متكبر عليه. فالسيد هيجيله الشيطان في اللحظة دي يقول له اديها على دماغها، حسسها بقيمتها، هي بتتكبر عليك ليه؟ عشان هي معاها شهادة عالية؟ يعني هي في الأول وفي الآخر زوجتك ولازم تسمع كلامك حتى لو هي مدير عام. فخلي بالك من الحتة دي. أنا مش عايز نظرتك له، كلامك معاه ممكن يحصل نزاع بينك وبينه، فتيجي تقولي له ما أنت بص على المؤهل بتاعك وبص على المؤهل بتاعي، ففي الحالة دي بيحصل شقاق بينك وبينه، وبيحصل بعد شديد جدا بينك وبينه، وبيحاول يوجعك في الكلام، فيقول لك انت مجنونه، والولاد يسمعوا الخلاف بينك وبينه فيقولوا نفس الكلام ويكرروا نفس الكلام، فتصبح المساله سيئه جدا وداخلين في طريق مغلق. انا عايز الحوار لغته تتغير شويه، بس قبل ما اغير لغه الحوار انا عايز اغير شويه عندك انت في استيعابك للناس اللي حواليك. مش بعد ما اتجوزتي خلفتي تلات أولاد بتفكر إنك تنفصلي؟ هنهد البيت ده كله وبعدين هتبني بيت تاني إمتى؟ ما عادش في العمر قد اللي فات، خلاص إحنا حطينا الأساس، أساس الحياة، وإن أنا ارتبطت براجل خلفت منه تلات أولاد، خلاص ال- 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 المسيرة بتاعت الحياة مش عايز أوقفها علشان بيحصل مشاكل بيني وبينه. كان ردي عليك أنا مش هقول لك قال الله وقال الرسول في الحتة دي، مع إنه قال الله وقال الرسول على رأسنا، بس انت بتقولي لي بيبقى متعصب وبتاعه والمصاريف، انا بكون انا هو على الهوى لا استحي ان انا اقول كده. واحنا كلنا في الفتره الاخيره بنعاني من ارتفاع وتيره المصاريف، والمصاريف بقت شديده جدا علينا جدا جدا بشكل بيخلي الواحد منفعل، والواحد مطلوب منه كل حاجه، اكل وشرب ولبس ومدارس ودروس ومعرفش ايه وكشف وحاجات، يعني بتخلي الواحد كتفه تقيل باللي عليه. فمش انت لوحدك اللي في الامر ده، احنا كلنا ذاك الرجل. اصبري، استعيني بالله، استهدي بالله، مش عايز الشيطان يسود قلبك من ناحيه جوزك، علشان الحياه مش هتستمر بالمنطق ده.